تنظم السعودية موسم الحج الذي سيقتصر على المقيمين ممن أخذوا كامل طعومهم ضد كوفيد، فيما استثني منه الوافدون من الخارج للسنة الثانية. وتسعى المملكة بذلك إلى تكرار تجربة العام الماضي الناجحة. سيشارك 60,000 من المواطنين والمقيمين الملقحين في موسم هذا العام، وهو عدد أكبر من حج 2020، لكنه أقل بكثير من مواسم الحج الاعتيادية. ويبدأ الحجاج في التوافد على مكة قبل حلول عيد الأضحى. كيف تم اختيار الحجاج؟ تتراوح أعمار الحجاج بين 18 و65 عاماً، واختير المشاركون من بين 558,000 متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني. وستستحدث وزارة الحج السعودية بطاقة الحج الذكية للسماح بوصول الحجاج دون تلامس بشري إلى المخيمات والفنادق ونقلهم في المناطق المقدسة. باشرت السلطات استخدام روبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم المباركة. ومن المتوقع استمرار حظر الوصول للحجر الأسود الذي يتبارك المسلمون بلمسه. العام الفائت نظمت السعودية أصغر حج من حيث عدد المشاركين في التاريخ الحديث. فماذا عن التبعات الاقتصادية؟ موسم الحج وكذلك العمرة هما مصدر رئيسي للعوائد المالية غير النفطية للمملكة. ففي الأوقات الاعتيادية يوفر الحج والعمرة 12 مليار دولار سنوياً، لكن تقليص عدد من يؤدون المناسك شكل ضربة قوية للعائدات الحكومية وأضر بالأعمال المرتبطة بالحج التي توظف مئات الآلاف في مكة.